Boudiba Misoud, secrétaire national chargé de l'information et de la communication du CNAPEST. CNAPEST, qui m'a fait décro, le 28 février 2021, أشرنا بأن الأستاذ اليوم وصل إلى وضع معيشي صعب. أشرنا بأن الأستاذ اليوم يعمل في ظروف مهنية صعبة. وأنتم تتذكروا معنا في السنة الدراسية 2020-2021 الصعوبات اللي واجهناها بعد عودة أو بعد فتح المؤسسات التربوية. المخططات الاستثنائية ولدت ضغوطات كبيرة على الأستاذ. الجميع استفاد من الاستثناء إلا الأستاذ، لكن رغم ذلك الأستاذ حمل ثقل تلك الظروف وقرر بأنه يستمر ويواجه وباء كورونا فيروس وحتى لا نقع في نفس السيناريو لمارس 2020 اللي هو أدى إلى غلق المدرسة الجزائرية. إذا إرادة الأستاذ بأن باستمرار السنة الدراسية كانت لها ضريبة، كما تعرفوا بان يعني عشرات مئات الاساتذه او عشرات الالاف من مستخدمي التربيه اصيبوا بالوباء، كاين عندنا وفيات بالمئات، وعلى وهذا كله هو ضريبه وتضحيات لتمسك الاساتذه بفتح المؤسسات التربويه. في شهر ابريل اعلنا على اضراب لمده يومين، يوم 12 و13 ابريل، وفي هذا الاضراب سميناه اضراب انذاري تحذيري، ستانسينيال دالارم، بان الوضع ما راهوش بخير، باننا نحذروا السلطات العموميه والمسؤولي وزاره التربيه الوطنيه بان الامور تسير نحو وضع لا يحتمل. وفي الوقت اللي عشتوا معنا يعني بالاحتجاجات اللي كانت موجوده في بعض الولايات، كنابيست ونظرا للظروف اللي كان عليها ابنائنا قررنا اننا نترك هذه الفتره لابنائنا باش يحضروا الامتحانات، والامتحانات تمر في ظروف جيده، وهذا هو الامر الذي تم. وقلنا بان الاحتجاجات ناجلوها الى الدخول الاجتماعي. اذا منذ ابريل نحن قررنا تاجيل الدخول الاجتماعي، الدخول في الحركات الاحتجاجيه الى الدخول الاجتماعي. فالدخول الاجتماعي او الدخول وهو ومنه الدخول المدرسي اللي تاجل من يوم 7 سبتمبر الى 21 سبتمبر، جعلنا نوفر بعض الاجواء للدخول المدرسي حتى لا نكون سببا في المشاكل المطروحه وفي العراقيل المطروحه. لكن بعد شهر قررنا عقد مجلس وطني بعد جمعيات عامة ومجالس ولائية. المجلس الوطني اليومي 15-16 أكتوبر 2021، بناء على دراسة دقيقة لمحاضر الجمعيات العامة وتقارير المجالس الولائية، تقرر الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين بداية من 2-3 نوفمبر 2021. اليوم نحن في الأسبوع الثالث، يعني بعد 2-3 نوفمبر 8-9 نوفمبر، اليوم نحن في اليوم السادس، معناها يوم 16-17 نوفمبر 2021. وأعلننا الأسبوع المقبل يومي 21-22 نوفمبر، معناها يوم الأحد ويوم الاثنين. وحتى أذكر بأن بعد لقاء وزارة التربية الوطنية بتاريخ 24 أكتوبر، كانت هناك ردود لوزارة التربية الوطنية مدونة في محضر ممضى من الطرفين، قدمناه إلى الأساتذة، تم دراسته، كانت محاضر جمعية عامة، كانت محاضر مجالس ولائية، تلاقينا يوم 5-6 نوفمبر. المجلس الوطني وبالإجماع كان متضمر من تلك الردود وقرر مواصلة الإضراب وتصعيد الحركة الاحتجاجية بحركات احتجاجية مرافقة على غرار اعتصامات ولائية جهوية، مقاطعة صب النقاط، والقائمة لا زالت مفتوحة. الاعتصامات الولائية موعدنا بها يوم 22 نوفمبر، معناها يوم الاثنين على الساعة 10 أمام مديريات التربية. ونحن بطبيعة الحال نحن كلنا استعداد من أجل إنجاح هذه الحركات الاحتجاجية وإنجاح الاعتصامات في الولايات. سي مسعود بوديبا، لو كان تستنفذوا كل هذه الحركات الاحتجاجية، يعني هل هناك يعني احتمال أنه تمشيوا في إضراب مفتوح؟ نحن أنا قلت منذ البداية بأننا نحن دائما بالقرب من الأساتذة ومستمعين جيدين للأساتذة.
الأساتذة هم في الجمعيات العامة وفي المجالس الولائية وفي المجلس الوطني هم الهيئات الأساسية لوضع استراتيجيات المستقبلية للنقابة. نقابة كنابست بطبيعة الحال اليوم أعلنت على إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين، ونظن بأن هذا الاختيار هو اختيار مدروس من طرف الهيئات، ونظن بأن هذا الاختيار يدل على أن النقابة في نفس الوقت هي تعطي فرصة للهيئات الوصية والسلطات العمومية من أجل التفكير بالجدية اللازمة في إيجاد حلول واستراتيجيات حلول للمطالب المرفوعة. عدم أو تجاهل المطالب، تجاهل الحركة الاحتجاجية، محاولة تقزيم هذا الأمر، هذا نحن نعتبره أمر مستفز وأمر يستفز الأستاذ وأمر ممكن يدعو إلى التعفين، ونحن لا نريد التعفين، نحن نريد أننا نوفر أجواء الحوار، نوفر أجواء التفاوض من أجل بسط الاستقرار على مستوى قطاع التربية الوطنية. لكن رغم ذلك نحن والأساتذة يوميا في جمعيات عامة، نحن في الوقت المناسب سيجتمع المجلس الوطني، سيقيم الأمور ويتخذ الاستراتيجية المستقبلية. الاستراتيجية المستقبلية تحتمل عديد الأوجه، تحتمل التصعيد، تحتمل اختيارات أخرى، تحتمل كل شيء. المجلس الوطني سيد كأعلى هيئة للنقابة في اختيار مستقبل الحركات الاحتجاجية الممكنة إضافة إلى هذا الإضراب. سي مسعود، توضيح بسيط برك ولو في عجالة للرأي العام، يعني لي زاكس تاع المطالب تاعكم هل هي اجتماعية مهنية أو؟ طبعا مطالبنا، مطالب كنابست مهنية واجتماعية. مهنية مرتبطة بظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها الأستاذ، معناها ظروف التمدرس بالنسبة للتلميذ. لما نتكلم على عدم توفر الوسائل الصحية وتطبيق البروتوكولات الصحية، وعدم توفر الوسائل العلمية، وعدم توفر الأجواء المناسبة في الأقسام وفي المؤسسات، هذا الأمر مرتبط ب حسنة بأجواء التمدرس بالنسبة لأبنائنا. نحن نريد أجواء مريحة بالنسبة للتمدرس من خلال أجواء مريحة لعمل الأستاذ. الأستاذ لما يكون يعمل في ضغط حجم ساعي كبير، لما يعمل في جداول توقيت يعني صعبة، لما يعمل يعني تحت ضغوطات مختلفة سواء تؤثر على حسن الأداء، معناها التأثير على حسن التحصيل العلمي بالنسبة للتلميذ. عندنا مطالب مهنية مرتبطة بوزارة التربية الوطنية تتعلق بالمسار المهني اللي هي الترقية. هناك افتكاك لحق الترقية يفتح سنويا بالنسبة للأستاذ في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون. للأسف 2020-2021 لم تفتح المسابقة للترقية، لم تفتح المناصب اللازمة للترقية. عندنا كذلك بالنسبة لمشاكل موجودة بالنسبة للأساتذة، خصوصا اللي يجيوا من ولايات البعيدة، عدم توفر الإيواء، مشاكل عديدة مهنية مطروحة. والمشاكل الاجتماعية هي جزء أساسي بالنسبة للأستاذ. اليوم الأستاذ مهدد في معيشته، مهدد في يعني في قدرته الشرائية. اليوم القدرة الشرائية وصلت إلى الحضيض، الأستاذ أصبح لا يوفر حاجياته اليومية على أقصى تقدير 15-20 يوم. وعلى هذا الأساس نحن رفعنا مطلب تحسين القدرة الشرائية، معناها ضرورة رفع الأجور. رفع الأجور فيها عديد المجالات، عندنا تعديل النقطة الاستدلالية ورفعها بقيمة محترمة، فتح النظام التعويضي، توسيع دائرة التعويضات ورفع قيمة التعويضات حتى نقلل من الفارق بين الحد الأدنى للعيش والأجور. اليوم نحن قدرنا الحد الأدنى للعيش ب 80,000 دينار، اليوم الأجور متوسط الأجور بالنسبة للأساتذة هو 40,000 دينار، ولذلك في الفارق 4 ملايين يصعب أننا تداركه جملة واحدة، لكن يمكن أننا نحل جزء أكبر 60-70% منه من خلال نظام التعويضي والنقطة الاستدلالية في انتظار مراجعة سياسة الأجور. عندنا مطلب السكن كأولوية أولى بالنسبة للأستاذ، كوسيلة عمل بالنسبة للأستاذ. اليوم الأستاذ ما عندوش الحق في حصوله على السكن، ما عنده لا حق في السكن الاجتماعي ولا حق في الصيغ الأخرى. إذن الأستاذ اليوم معاقب بعدم تمكنه من السكن. السكن أولوية أولى، نحن نطالب بتحديد صيغة خاصة بالأستاذ، يصبح الأستاذ
بإمكانه في أقصر مدة ممكنة يتحصل على سكن. عندنا طب العمل كمجال وقائي يحمي الأستاذ خلال مساره، والأستاذ لما يكون صحيح، لما يكون في صحة جيدة، معناها حسن الأداء، معناها كله سيعيد الاعتبار لمستوى التحصيل العلمي، لرفع من مستوى التحصيل العلمي والانطلاق في التأسيس لمدرسة الجودة ومدرسة ذات نوعية. ملف التقاعد مثل ما تعرفوا صعوبة المهنة، شقاوة المهنة تقتضي أنه يجب أننا مراجعة ملف التقاعد. يجب أن ننظر للأستاذ، ونحن مطلبنا هو 25 سنة خدمة فعلية. عندنا ملف تحيين المنطقة لولاية الجنوب، عندنا ملف الخدمات الاجتماعية والمتمثلة في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية، عندنا مطلب الحريات النقابية، حرية ممارسة العمل النقابي، التضييق على النقابيين، التضييق على الأساتذة، تهديد الأساتذة أثناء الإضراب. هذه كلها نحن نندد بها ونطالب برفع التضييق والتعسفات التي تحدث في الميدان واستخدام المحاكم ضد النقابيين. إذن هي جملة مطالب اجتماعية مهنية الأستاذ اليوم يطالب بها، وهي مطالب شرعية يعترف بها الجميع.